قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سوج حتى يغشاه أبو السوج. وسحاب الخير له مطر فإذا جاء الإبان تجي وقوائد مولانا جمل بسروح الأنفس والمعاجي ولا أرج محي أبدا فاقصد محيا ذاك الأرج فلربما طاغ المحيا ببحور الموج من اللجج فلربما طاغ المحيا ببحور الموج من اللجج. يا رب بهم وبآلهم عجل من المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فذو سعد وذو حرج ونزولهم وطلوعهم فإلى درج وعلى درج ومعايشهم وعواقبهم ليست بالمشي على عوج حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج فإذا اقتصدت ثم انعرجت فبمقتصد وبمنعرج شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على الحجج. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالبرج. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالبرج. شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على الحجج ورضا بقضاء الله حجة فعلى مركوزته فعجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل لخزائنها ولي فإذا حاولت نهايتها فاحذر إذ ذاك من العرج لتكون من السباق إذا ما جئت إلى تلك الفرج فهناك العيش وبهجته فلمبتهج ولمنتهج فهج الأعمال إذا ركدت فإذا ما هجت إذا انتهج ومعاصي الله سماجتها تزدان لذي الخلق السمج ولطاعته وصداقتها أنوار صباح مندلج من يخطب حور الخلد بها يظهر بالحور وبالفنج من يخطب حور الخلد بها يظهر بالحور وبالفنج. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالبرج. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالبرج. من يخطب حور الخلد بها يظهر بالحور وبالفنج فكن المرضي لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجيبا واتلو القرآن بقلب ذي حزن وبصوت فيه شجي وصلاة الليل مسافتها فذهب فيها بالفهم وجيها
وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترج وشرى التسنين مفجرها لا ممتزجا وبممتزج مدح العقل الآتيه هدى وهو المتولي عنه جي وكتاب الله رياضته لعقول الخلق بمندرج وكتاب الله رياضته لعقول الخلق بمندرج وكتاب الله رياضته لعقول الخلق بمندره وخيار الخلق هداتهم وسواهم منها مجي لا مجي فأجبت يدوم لصاحبه والقرب يصير إلى الهاج يا رب بهم صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى النهج صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى النهج وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته الليل وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته الليل وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج وأبي عمر ذي النورين مستحي المستحي البيج وأبي عمر ذي النورين مستحي المستحي البيج وأبي حسن في العلم إذا وافى بسحائبه الخلج وعلى الحسنين وأمهما وجميع الآل بهم ثلجي وعلى الأصحاب بجملتهم بذلوا الأموال مع الوجه وعلى أتباعهم العلماء بعوارف دينهم البليج واختم عملي خواتيم يا بنا غدا في العشر ماشي يا رب بهم وبآلهم حشم واختم عملي بخواتمهم يكون غدا في الحشر نجي واختم عملي بخواتمهم يكون غدا في الحشر نجي يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج الله